ايوه يا يويو، مين هيجهز له للسبوع؟ عريس. عريس النهارده هنعمل له ان شاء الله سبوع بقى ايه، مصري بحت. نعمل له سبوع مصري معاك الخبره كلها اهي، اتنين من خيره فراعنه مصر. مصر يا عم، زي ما تعمل لك وتعمل لاخواتك هنعمل. اعمل باي باي، قول لهم حطوا لايك. قول لهم حطوا لايك بس مش هنبدا اي حاجه غير ما كل الناس دلوقتي تضغط لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه، علشان احنا داخلين على 5 مليون متابع. ومش هعمل بايدي عشان ما حدش يفهمني غلط، ماشي؟ هتحطوا لايك. ايه بقى اللي انتوا عايزينه علشان اخرج اجيبه؟ علشان احنا بكره ان شاء الله السبوع، وعايزين ان احنا نجهز بقى تجهيزات عالميه اوروبيه لولبيه. افكرك انا اول حاجه العقيق. عايزين الدبحتين عشان ماشي. الولد بيبقى ليه حتتين، اوكي، البنت بيبقى ليها حته واحده، خروفين او جديين على قد ما ربنا يقدرنا ونلاقي. انت بقى الاطفال بقى عايزين ايه؟ حاجه التبيته انتوا صح؟ لا انا عشان نفرح الاطفال دي عايزين دوره نعمل افشار. ماشي. انت بقى تيجي؟ لا انت اللي تيجي معايا فيها، مش عارف اجيبها لوحدي. مش هعرف اجيبها لوحدي. بس الدبيحه الاول عشان الوقت ما يتاخرش. خلاص اخد ابوكي وابويا واروح اجيب. تيجوا معايا؟ ان شاء الله. ماشي. طب يلا بينا عشان نلحق قبل الدنيا متليل. سلم على حبايبنا الاول. سلم على حبايبنا. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانا بشكركم جدا جدا. قبل ما نيجي ان شاء الله تكتبي في ورقه وقلم كده احلى حتتين في السوق للاستاذ زيد. طبعا حتتين لوز. حتتين كده على مزاجك. ورقه وقلم رايح يجيب اتنين معلمين والصبي بتاعهم. انا الصبي بتاعته. حاضر. ورقه وقلم كده واقعدوا مع بعض. ايه ورقه وقلم؟ مين؟ كله في دماغي. كله في دماغك؟ وريني كده كل حاجه. انا خبره برضه ام الاربع اطفال، يعني كنت بشوفهم بيعملوا ايه. هتوحشني يا يونس، هتوحشني. اقسم بالله اسمك الله اكبر لايق عليه فعلا. هنندهلوي حمدي برضه. هتندهلو حمدي ولا لا؟ الحق الحق استاذ حمدي. انت عارف حمدي متدلع تقول له ايه؟ بقدونس. بقدونس؟ لا لا لا، تنمر لا. ايوه ستها بيقولوا له يا بقدونس. بقدونس لا ما ينفعش يا حمدي. مش عاجبهم الاسم حمدي. لا لا ما تقولولوش يا بقدونس تاني، قولوله يا حمدي. ماشي. بقدونس هو اللي بنفتكره. بقدونس بتاع السلطه. مش ينفع كده؟ لا طبعا ما ينفعش. والله اسم حلو والله. سيبيه ما يكبر يدافع عن نفسه. استنى لما يدافع عن نفسه احنا ندافع عنه دلوقتي. بلال كنا بنقول له ايه؟ يا جد يا جد، لغايه ما راح المدرسه. طب يلا بينا عشان ما تاخرش. سلام. يلا يا عم. يلا يا عم. انت ما جبتش خرفان ليه؟ شكلك عايز مثلا. لا لا لا، عشان الخرفان لقيناها شكلها غريب. لا دي احسن حاجه في الدنيا. يعني انت لقيته اللي مقرب ان احنا نعرفه. دول بلد، دول زي اللي عندنا. حلوين. جاهز اللي وراك وبعد كده نبقى نيجي ايه؟ جهزت حاجتك؟ حاجتي جاهزه. يلا شوف يلا تجيب ايه عشان نلحق بقى الدنيا متليل. انا مهمتي خلصت. ايه اللي وراكم انتوا؟ احنا ما وريناش حاجه. لما ما وروكوش حاجه. ايه الحاجه دول؟ ما وروناش حاجه. نسوق نروح ماشي. طلباتنا. انا ماليش دعوه حاجه السبوع، هي المسؤوله. والله انا عارفه المكان اللي هجيب فيه، بس هلففك شويه. يلا بينا. مال ما بحبش اقعد في السرير، لازم اشيل. لا ما تعودوش على الشيء. ما هو متعود كده. والله هو نازل متعود. عامل له ايه؟ نازل متعود. انت هتهزري؟ والله هو ما بيتحطش في السرير طول ما هو صاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. امال بالليل بقى؟ بالليل لازم اصحى واقعد. لو اتعود على الشيء انت اللي هتتعبي معاه. هو نازل متعود، واخواته كلهم كانوا كده. ايوه السرير بيقرصك. السرير وحش. ما تستهبليش. هو اي سرير مش هينام فيه. ما تقولوش السرير وحش، السرير حلو زي الفل. اللي ما بيحبش يبعد عن امه ابن امه. خرجي بره شويه في الهواء. خدوا بقى ايه على ما اجي. امانه في ايديكم. امانه. ولا تشروش ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبال ما نروح نجيب حاجته. اياك نلاقي حاجه السبوع بتاعت مصر يا رب. باذن الله يا رب ما تلقاش لاني كلته. انت هتصدق انه بقدونس فعلا؟ لو غلبني هاكله. انت عارفه اكتر واحده عسل في اللي موجودين دي مين؟ اكتر واحده عسل مين؟ دي احلى واحده فينا. احلى واحده موجوده في المكان. والنمله شبهها. يونس شبهها. يونس شبهها؟ لا يا شيخه هي احلى يا شيخ. لا هو حلو زيها. ده بقدونس لكن دي ورد. دي دي الشبت بقى والكزبره. لا دي حاجه البقدونس. لا ده احنا كده خلطه المحش. هي امك عايزه السهله يبقى خلطه المحش عندهم. يبقى متوحش علينا. تقعد ساكت يا بقدونس. ماشي خليك محترم. لو ما طلعش اصيل هناكله انا وست. احنا
عامه مش متاخر والمحل قريب. ماشي، عايزين حاجه تانية غير حاجه الصبح؟ المفروض النهارده هنتغدى بالكبده. ماشي ماشي، فالغدا بتاع النهارده كبده قشطه. قشطه الكبده البلد زي ما احنا متعودين. ناقصك حاجه تانية كده؟ لا انا كده 100 جبنا كل حاجه والله كلها، ولقينا حاجات المصري كلها 100%. يلا حولوا على جوه على ستكم. يلا خد دي خفيفه، دي حاجه مين؟ يونس. يونس ولا حمدي؟ يونس. اسمها هنا المطحنه. رحنا مصر وجينا. رحنا مصر وجينا. بس الحمد لله طلع اصيل. حبيبي وحشتني. اي نعم، اعرف انكم جايين بقى نعم اهو. اي نعم يسال عليكم. انت زعلان؟ انت زعلان؟ اشتكي لي، عملوا فيك ايه؟ عملوا فيك ايه؟ يلا لو قلتوا كمان شويه كنت هتلاقوا التاكل. الحمد لله ما غبتش. غلبانه انت مسكره. نمر رغرغه كان عايز يعيط. سمع صوت امه بقى. طب راجعي بقى الحاجه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كده ايه اللي جبناه. بصوا بقى انتوا رايكم نذبح الاول ولا نعمل حاجه الاسبوع الاول عشان عارفين؟ لا نذبح الاول. نذبح الاول وعشان نتغدى بالكبد. عشان نتغدى. انتوا جايبين لنا من مصر الجوعانه ولا لا؟ نذبح الاول على الحاجه دي اللي نرجعهم تاني يجيبوا بقيه الحاجه. مش مهم، لو في حاجه ناقصه والله هرجع اجيبها. يا بنتي شوكولاته ليه؟ الله اكبر الله اكبر. الله اكبر عليك. البزازه دي ببرونه، ببرونه بس ببرونه حجم عائلي. شفتها عندك؟ اه دي انا عارفه الشوكولاتات والحلو. ايه رايك فيها؟ بصي بقى لهون، احنا كنا عايزين الابريق بتاع الميه. ما هنا اهو الفخار. اه الفخار بعد ما بنسبح بنحطه في الجامع. معلش المره الجايه هي الطقوس بتاعتنا الولده الجايه. ادي بقى رمز السبوع. شايفين كنا بندور على ان احنا نجيبه ذهب، لقينا نحاس، قلنا مش مشكله. يا عم ده مفكرين دي ذهب، على فكره دي مش ذهب والله. ايه ده؟ لا والله نحاس. نحاس اللي في ايديا دي. اه نحاس. يا جماعه يا جماعه ازاي يعني؟ دي اكسسوار يا جماعه. لو دي ذهب يبقى ده ذهب. لا ده نحاس وده نحاس. الرجاله بتلبس. الله اكبر. الصباح كلها تمام. ما شاء الله كتير يا اولاد. ما شاء الله عندنا حلو. عندنا اعز من يونس. الله اكبر. بقى هنا بص عامل ازاي؟ ده ملبس. حمص واقع ده بس بنقول عليه ملبس. لا بس مش ملبس اللي عندنا ده حمص. كله ملبس. الله اكبر. لا ده انا ظبطته وروقت عليه. بس اهم شيء جبتي حاجتي؟ ايه هي؟ تابيتا؟ لا الحاجه اللي بحبها ايه؟ حمص اللب. اه جبت لك والله. انا ماليش في الحاجات دي كلها. لا والله جبت لك لب اهو. جاهز؟ يلا تعالى نبقى. جاهزت اهو. جاهز يا عمي؟ نروح كده نخلص المصلحه دي ونيجي نتكل على الله. ايه نجمع الحاجه وناكل الغدا، نتغدى بالكبده وبعد كده نبدا ايه نجمع الحاجه دي. البصل بقى ونظبطها لك. ماشي. واحنا هنساعدكم برضه. في حاجه ناقصاكوا قبل ما نغير هدومي؟ لما نيجي نعمل يعني لو عايزه حاجه نقول لك تعالى انت. ليه؟ طب ما تشوفي دلوقتي عشان لو لا كل حاجه راجعين عليها كويس. اما انت معاك اي حد يا عم؟ بقول لك اربع عيال قبل كده ده الخامس. يعني شوف لو حاجه ناقصه خليها. هي خالص يشمل. هي مراتك خبره. خبره صحيح. اه يا مستجده. مش مستجد. بصوا بقى احنا حاطينهم في الغرفه دي. زيكم يا اولاد. حاطين لهم اكل طبعا عبال ما جينا عشان ما يجوعوش. هما كده كده هيتذبحوا دلوقتي. الجديان دي شبه اللي في مصر فعشان كده جبنا ده، ما جبناش الخفايه. يلا يا بلال جاهز تمسك معايا؟ ولا هتخاف زي كل مره؟ لا جاهز. جاهز؟ طب راحت العده. يلا راحت العده وانده لجده. الغرفه دي عشان ما نبهدلش الدنيا جوه، وده الحمام ايه بتاع الاوضه. استعد عشان انت اللي هيتعمل عليكم الحفله النهارده. خش انت على واحد وابويا على واحد. ماشي. نظارين 100 100. ما شاء الله. ما خدش في ايدينا غلوه عشان انا اللي كسبنا. إيه؟ والله العظيم انا اللي كسبت. طب استنى يا جماعه اشهدوا انا وابويا انا كنا بنذبح ده وهو ابوه كان بيذبح ده. هم ما فتحوش احنا سقطنا وخلصنا. انتوا بادئين من الاول. بيخبوا. احنا اللي كسبنا. همامين. الله ينور يا حاج. همامين. ايوه. ايوه النظافه اهم حاجه. صوت عشان تطلع الكبده سنه. الكبده بتاعتنا طلعت. كبده؟ ماشي. عشان يروحوا يعملوها. بنعمل الكبده. ماشي. اه هعمل الكبده. بنزل بس شويه التاني دول يسلوا. اللهم صل على النبي. بقيت الكبده بص ما تستكشف اللحمه اللي انت بتحبها. اه بحب بس دلوقتي اللحمة. في فريقين، فريق عايز ببصل وفريق من غير بصل. اعملي الاثنين. ماشي. دلعي الاثنين. عشان انت بتحبها بالقرفه، هم مش بيحبوا بالقرفه. ظبطي الاثنين. نوق عليهم كلهم. تبقى الكبده البلدي لا يعلى عليها وكبده الجديان لا يعلى عليها. اه طبعا من شم النار بتستوي ما شاء الله. طلع لنا بصل تاني. عايز بصل؟ بصي عايز هي مجهزه لي بصل وفلفل. غرقي الدنيا بصل. انا عايز تملي بصي الحله الصينيه دي تملوها بصل وتحطوا الكبده بعد كده. لا بصي ماشي هاتي لي طاسه تانية نحطها عشان نعمل الفريق التاني بفلفل بس. اه عشان احنا بنحب بالقرفه وهم لا.
زي ما علمتك يا وفاء. بصل كتير، فلفل كتير، وقرفه كتير. ماشي. وفلفل اصفر كتير. بص بقى علشان خاطر ايه نبقى متفقين، البصل ده شويه دول مش هينفعوا. معلش انا عايز اكل تاني. هاتي البصل اللي انتوا مكسرين. انتوا مكسرين، انا هقطع انا البصل. فين البصل؟ هو في فرق ايه ياكل بفلفل؟ بقى بصي انت شويه البصل دول على اللحمه دي على الكبده دي شويه. انا عايز البصل يبقى باين، الكبده جوه الكبده باين. قطع انت بقى وعيط. هاتي يا بنت. انا هاتي. انتوا مكسرين تقطعوا. فين هو؟ ايوه هنا تحت. هنا البصل في الدور كده. بصل كتير اهو. اهو. بس عشان نعمل حاجات بكره. يا سلام، يعني البصل لو خلص مش هنجيب؟ لسه هتخرج تاني؟ اخرج ايه المشكلة؟ بس نعمل الكبدة صح الصح. كبدة صح الصح ومية مية. اغسل البصل ونوليه. أنا شغال كرنب. أنتوا مكسرين؟ أنا شغال كرنب. أنا شغال كرنب. والله البصل كتير. بس للده؟ أنت اللي بتسلي ولا أنا؟ أنا. أنا اللي بسلي. وبعد ما هيسلي هروح حاطط عليه اللحمة عشان دي شغلتي بقى. إيه؟ اللحمه. اللحمه. البصل. لا اللحمه. البصل. لا اللحمه. والله البصل. والله اللحمه. البصل قبل اللحمه. لا ما كده هيحمر قبل اللحمه ما تستوي. انت قادر مني؟ تعملها على مسؤوليتك؟ اعملها على مسؤوليتك. انا بعد الدهن ما بيسلي حطيت شويه فلفل اسود عليه اهو. ماشي. بنحط البصل وبعد كده يتدبل شويه وبعد كده ننزل باللحمه. اللحمه تستوي داخل على سوا نحط الكبده. طب اللحمه لو ما لحقتش تستوي البصل هيحمر قوي. لما ده حلاوته عشان يبقى في شمخه كده. شمخه؟ ماشي. هعملها على طريقتها وما نشوف. اما نشوف الشملوله. اما نشوف الشملوله اللي بتتعلم لسه طبخه هتعدل عليا. قطع انت بصل. قطع انا ولا لا؟ انا اللي هقطع. انت مكسله. ما انا قلت لك قطعي. ما قطعتيش ليه؟ هات القطعه. بسم الله. ايه شمين الريحه؟ ريحه القرفه اللي انا بحطها. مين اللي هياكل معايا من القرفه؟ ما بتحبيش انت القرفه صح؟ لا. مش الفلفل الاصفر. مين ياكل معايا؟ عمي تاكل معايا بالقرفه تعجبك. لا انت هتاكلي. انا مش عارفه. هو ده اكل ايه؟ هو ده كبده. الكبده. الكبده. مش عارف. مش قاعده معانا. انت يعني اول مره تاكليها؟ ها؟ ما انت على طول بتاكل الكبده لما بنذبح. ولا انت بتستعبطي؟ يا وفاء وصلت لايه يا وفاء؟ خلصت ايه ده بره قاعدين يقولوا مفيش ريحه ومفيش حاجه وجع. يا شيخ يا شيخ. الشفاط شغاله اهو. صدقي الشفاط هو اللي شفط الريحه صح كده. الله اكبر. يا سلام. دي اللي من غير قرفه واللي من غير بصل مالناش دعوه بيها. مالناش دعوه بيها. ابوك والناس الكبار. الناس اللي هم مش عارفه اكلهم غريب. احنا بتاعتنا شايفين دي كده مليانه بهاريز. لا مش كله. في كل هياكل معانا من دي برضه. ياكل اللي ياكل بقى. يعني دي امك اللي طالبها اهي. انما دي للكل بصل. طب يلا بينا على السفره. يلا يا نادى العيش. ايه بس ثواني عملت المخ ليه؟ مخ. لا انا ماكلش المخ. انا باكل المخ. فبتحب المخ. يبقى عندي مخ. يلا يا اولاد كله طب التلفزيون. يلا مالكم كسلانين ليه؟ مكسوفين ولا ايه؟ يلا ده بقى غرقتولك شطه ليك انت خصوصي. فين؟ اهو. طب هتقولي هنا على جنب بقى شطه وكل حاجه. مين هياكل معايا بقى من الطبق المخصوص؟ اضحي بنفسي واكل معاك من الطبق. ببلاش. خليكم انتوا في الاكل الصحي. خليكم انتوا في الاكل الصحي. انا الطبق بتاعي بس مميز. كله هيجي ياكل معايا عشان بتاعي بيبقى مليان بهارات كده وفحفح. تبقى وفاء تعمل الفشار هنا في الحله وانا اعمله بقى فين؟ في المكنه. جبت المكنه الصغيره دي وبعمل الفشار. بصوا سبقتها وبعمل اسرع منها. ايوه اطلع اطلع. الله السلام. الله. اديله 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 اديله. انت لسه بتقلبي. انا بتاعنا اللي انا بعمله صحي من غير زيت. ماشي. ما احنا لو قعدنا على المكنه دي مش هنخلص النهارده. يا سلام. الفشار. شوفوا بقى الفشار بتاعي ولا بتاعك؟ ده بالمكنه من غير زيت اللي هو ايه اوريجينال. انا قلت لو استنينا المكنه هنتاخر. انما الحل لا الحل على طول. احط على بعضه بقى ولا ايه بقى؟ خلاص ثواني اهي. ماشي. مش هحط اوعي يا فاق. لا ما حطيتش ملح. ما شاء الله ما شاء الله. لو اكبر ده انا عامله احسن. رشيت عليه ملح؟ دقيقة انا حطيت ملح. عايز تزود نزود. بصوا ده لونه فاتح ازاي؟ عشان اخد الزيت. ده صحي. ده الزيت اللي خلاص. ده صحي. تاني اعمل تاني وتالت بقى ربنا معايا. اهو حطوا له انتوا ملح وظبطوه بقى. الملح. بصوا يا جماعه علشان الناس اللي ما تعرفش. طبعا في ناس كتير عارفه بس في ناس ما تعرفش. طبعا احنا بنجيب تحف في مصر اللي هي الالعاب بتاعت الاطفال اللي بيفرحوا بيها ونحط فيها الشوكولاته ونحط فيها الكروت. ايوه وتبقى هديه كده مع الفشار. الفشار والحمص والسوداني والشوكولاتات والشمع. ايوه والشمع. والملبس دي بتبقى محتويات ايه؟ القرطاس. ده القرطاس عندنا في مصر.
مصر ده هنا لقيناه كده في الامارات بيبقى كده. فانا امي كانت جايبه من دول وجايبه معاها بتاع ده الملح والسبع حبات والحاجات دي. اشرح لهم انا ما اعرفش السبع حبات والملح الرصيد دي يا جماعه فولكلور شعبي. مش عايزين حد يقول لك بقى ايه خزعبلات ولا مش خزعبلات. هي حاجات للترفيه. الحاجات الاساسيه اللي الوالده بتشرب الحلبه الحصب العسل. أيوة. والمغذي للضيوف. ودي أيوة. الملح الرشيدي. الملح الرشيدي الخشن دي التكوس بتاعتنا. ايوه هي هدية المولود. هي دي الأول كانوا بيرموها ويرصوها عشان المولود يجري. أيوة. دلوقتي حرام بنحط شوية في كل ركن حبة بره في الجنينة. لا استنى بس ايوه كان زمان يا خرابي ده كانوا بيعملوا عمايل يرص في كل حتة وفي كل مكان ويجري. امشي هنا امشي في الشارع امشي يعني المولود هيجري يمشي الحتة دي. ايوه ايوه مكان دلوقتي لا مكان المجنين يلعب في الجنين. ايوه وعلى جنب يا جماعة ماشي. طب وده بتعملوا بايه الفول ده؟ الفول ده الاطفال بناخد منه سبع حبات للمولود بس مع الكيس بتاعه. دي بقى ايه؟ مع الكيس بتاعه. اه وبعد كده بس الفول الفول عندنا بلدي بيبقى صغير ده فول حياتي. لا بص يا حمدي دي المولة تتحط على الفول اهو ماشي. هنولع الشمعيه ونحطها عليه وكل واحد يشتري يشتري المولود بطريقته ماشي. حته أيوه. الفكه الفضيه دي اني هشتري اول واحده ايه ده انت مجهزه دي ايه ده فلوس مصري يا انت الايه سيبها ميجي عندنا مجهزاهم مجهزاهم. انا بقى معاك اجيب لك منين الخليج بتاعكو اقول لك هات هات مستري ابنك. لا وعمي كمان جاي معاه فضيه. استنى انا هجيب لكم دراهم من عندي. اشتريناها يا جماعه بالفلوس المصري بتاعتنا. طب بصوا بقى انتوا بقى دلوقتي فاجئتوني بفلوس مصري. ايوه حط انت بقى وفاء تحط دراهم. هجيب دراهم ليا وليك. وانت يابا هتحط ايه دراهم ولا لا هحط دراهم عشان يصرف. هجيب لك دناعينه حبه حلوين. ادي العريس ولع الابريق ده. انا بقى هفاجئكم بحاجه جامده جدا هحطها هنا هتغطي عليكم كلكم. وريني انت حطيتي جنيهات مصري على عيننا وعلى راسنا. بسم الله انت يا بابا بسم الله. الفلوس المصريه دي يا جماعه. ايوه من قديم الازل. ايوه ايه ده وفاء كمان وفاء كمان العسل كده المصري اللي في الصينيه بتاع جده وسته بس تيتا مامو اشتريته هو الايه الاول. لا مصر. وانا الفلوس اهي الدراهم دراهم. بصوا بقى انا هعمل ايه وريني بقى. انا بقى هغطي على الكل بقى. انا هغطي على الكل. بصوا في كاب تيتياتي في كاب تيتياتي. تعالى بقى يا ابني كده بصوا ايه رايكم في دي. الله اكبر. ايه رايكم في دي كده بقى عشان عايز نصلي. انا نجم. انا محدش يتوقعني. الله اكبر. عارفه دي ايه؟ 20 جرام. ده 20 جرام هتحطها له. ايه ابنك ولا رحاب؟ ايه ده سؤال يا ماما؟ لا طبعا اوعي. بتاع الواد ده 20 جرام دهب. هيسوى دي لو حطيته 20 جرام دهب. بسم الله ما شاء الله ما يغلاش عليك يا يويو اهو. بس كده سقفوني سقفوني ماشي. دي بقى السره المشبك السره دي بقى بنحطه مع الملح. أيوة. في الكيس بتاع البيبي هنا ولا في الميه؟ لا في الملح. اخيط لك البتاع اللي جابت الكيس. اه الحجاب اللي بيتعلق ما هو ده اللي هيتحط له في دي السره بتاع البيبي. ايوه المشبك. وهنرميها فين بقى؟ ايوه اللي هيقول ويصلي طب خلينا نرميها عند السيخ. اهدي بقى في المدرسه عشان يحب المدرسه. هتهدي في المدرسه ويطلع دكتور زي عمو ياسر. بصوا هو يا جماعه هي بصوا هقول لكم انا على حاجه. هي زمان كان بيتفائلوا كل واحد بيتمنى ابنه يطلع ايه ويحدفها عند المكان اللي هو ايه بيتمنى ان هو يطلع ليه. هي المدرسه. في ناس كانت بترميها فين؟ عند السايخ عشان يطلع مبسوط عشان يطلع غني. والله كل دي حاجات كلام. وفي ناس كانت بترميها عند الجامع علشان يطلع ايه صالح ومؤمن وحافظ القران وكده. كل الحاجات دي بدعه بس احنا كنا بنعمل بتترمي في ايه؟ لازم تتصر سره عشان اللي بيفكها مش بالمشبك مش بالمشبكه. وبنحط معاها برضو جنيه ونحط معاها فلوس. طب افرضي حد كنسها في الزباله عشان ايه يفكوها ويقولوا ايه دي او في المدرسه تبقى فجاه يعني واطلع بقى ما تمشي ماشي. حطت في الملح
مع بعد كده تعملها في الحجاب في الحجاب الصبح نكسر حته منها بس في الحجاب. بصوا بقى محتويات العلبه اللي وفاء بتعبيها دي شوكولاته. ايوه شوكولاتايه وملبسايه وملبسايه وحمصتين او ثلاثه بالسنه. ايوه كده اهو عشان الاطفال يفرحوا بيها. كده شكلها ده يبقى شكلها هنعبي كله ونحطها جوه الفرن. نحطها هنا والاطفال اللي تيجي تاخد منها. استني بقى عشان اروح اناخد ايه الشوكولاتايه من اللي هناك دي عشان عيني طالعه عليها. ادي بقى كده السبوع بتاعنا جاهز. ودي التبيته صح كده اسمها التبيته. التبيته بيولعوا الشمع كده ويسيبوه مولع وبيسيبوا الفول كده لغايه لما بقى يزرع وناكله صح. بس هو حد ياخد من الفلوس. الفلوس مين ولا الذهب بتاعي؟ انت خايف على الفلوس؟ طب خايف على الذهب. امي بتقول ايه يا دنيا والنبي لا تقيلها تاني. قلنا بتقلب في اغاني يا ما قدرنا كتر صغارنا يا ما قدرنا كتر صغارنا. ان شاء الله ان شاء الله هيبقى اسبوع زي الفل. يا ملح يا ملحينا. ايوه يتقلى عيون عدوينا. عيون عدوينا. يا عيني عدوينا يعني هتتقلع. يلا يستاهل. حصوه في عينك يا اللي ما تصلي على النبي. الله ينور عليك يا ماما. وفاء خلاص عبت البزازات وكده المفروض ان هم هيحموا يونس باشا وينام يصحى الصبح ان شاء الله نرش له الملح ونشوف ايه اللي هنعمله تاني والطقوس كلها هنعملها باذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده واستنوا الاسبوع الجامد جدا واضغطوا لايك اللي لسه ما ضغطش لايك. ما تنسوش تحطوا لايك عشان تشوفوا الاسبوع واللي ما اشتركش يشترك عشان ما يفوتكوش الاسبوع. طبعا اكيد هتقولوا لي اشترك في القناه وهضغط لايك حالا كتير جدا عشان يونس يتبسط لما يشوف الفيديو ما يكبر ويشوف ان قد ايه كانت ناس بتحبه ونشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامة مع السلامة مع السلامة.